نعيمه نعيمه انا قرضي انا هنايا عام وانا قرضي انا هنايا من ايامات كورونا وانا كاينه هنايا ما عمر شي واحد تعدى عليا نهار ايه فيت من الاول نهار الحد مشيت نبيع الدري ولدي كيبيع كلينيكس الروبا ضربوا واحد الدري 10 سنين ايه تعدى علي الدري عنده 14 عام جيت بنهضر معاه جبد لي ديك الزرواطه جاب لي جداه باركه عليا في ستاسيون طوطال انا في تملول في الروبا باركه عليا الخانزه يا الفاعله يا الطاركه يا هادي يا هادي انا درت بحال ما سمعتها هكاك هو ما كيبيع لك نينكس لا والو ديما معدي علينا ديما معدي علينا ديما وديما كنت بالروبا ما عمرو شدو طال هذيك النهار جاب لي باه جاب لي جداه باه يضرب ولدو يضرب وجداه ثلاثة معاونين عليا ثلاثة معاونين عليا ستاسيون راه يدير هاد اللي درا هي مشدود عليا اليد اليسرية عند القلب راه كيوجعني قالوا لي ديري تخطيط القلب انا ما عندي باش ندير التخطيط الله انا كنلقط المعاش لولادي جوج دراهم كاين اللي خلص كاين اللي ما يخلص كاين تشري كاين انا ما عمر شي انا حقرني هاد السيد حقرني بزاف تعدى عليا بزاف انا راجلي ما كيديريش يا داك الضرب ما عمره مسني راجلي 10 شحال 14 عام وحنا مزوزين ما عمره مسني تا عاد ضربونا حنا الشميت فاسيس ديال تملو شنو درتي معاه داك الشيء راه بيد المخزن انا ما درت به شكايه درتها به انا قرطي انا باش كنعيش مع وليداتي ولا صيفط لي شي واحد كندير الميناج الله يجعل البركه هاد الشيء كاين انا عام وانا كاينه هنا من ايام كورونا وانا كاينه هنايا دروك باقي مازال انا هاد السيد تعدى عليا بزاف حقرني في تمل بزاف وجا عندي قال لي نعطيك الفلوس سمحي لي هو اللي قال قال لي سمحي لي نعطيك الفلوس راه انت ما قال ليش قال لي نعطيك الفلوس سمحي لي لان داك الشيء ما توصلني ما والو اعطيني اتساع داك الشيء راه شدو المخزن يدبروا معاه التصاور اللي وريتك هذوك التصاور راه ما عندي هنايا التصاور ديال يدي وما كاينين هنايا يعني هذه الضربه ديال القلب هذه الضربه ديال الليل ها الضربه ديال الليل ها يا عباد الله شوفوها كي دايره واش كيضرب ضربني بالعصا ديال ديك العصا اللي كيهزو صحاب التاكسيات ديك العصا باش كيهزو باش سميتو اللي فيها الخيط هاد السيد راه تعدى عليا راه تكرفس عليا هاد السيد راه تكرفس عليا ضعيط والله راه تكرفس عليا بزاف راه يدي تشدد عليا هاد السيد راه تكرفس عليا دارت شهادة طبية انا شهادة طبية ما عرفتش شحال فيها انا ما قاريش ما عرف انا هاد السيد تعدى عليا انا هاد السيد راه تعدى عليا كي دار لي اليد واش هاد الدقه كيديروها الرجاله للعيالات ما كنجي ما كيجيني وتكرفص عليا هايدي راه هايدي مشات ليا هايدي مشات ليا وما المشاهدين شوفوا سيدنا شوف الحق فين كاين سيدي انا ما درت ليه والو تصاور كل شيء كاين هاد السيد راه تكرفص عليا عباد الله راه تكرفص عليا هاد السيد هاد السيد راه تكرفص عليا كان بغا يقتلني على حساب وليداتي السيد عباد الله هاد السيد هاد السيد راه تكرفص عليا عباد الله هاد السيد راه تكرفص عليا ما عطاش بها عندي هاد السيد جا عندي ول البارح قال لي سمحي لي انا راه داك الشيء راه بيد المخزن راه ما عندي انا ما ندير ليه راه ما نسامحش لي انا السيد راه تكرفص عليا انا ما نسامحش لي انا السيد راه ما سامح لي راه تكرفص عليا عباد الله هاد السيد راه تكرفص عليا عباد الله هاد السيد راه تكرفص عليا هاد السيد راه تكرفص عليا بزاف هاد السيد راه ما عرفت واش بغا عندي هاد السيد انا مرا حقرني وقاعد يضرب فيا انا هاد السيد هو ولاد هو ولد امه عباد الله شنو كطلب انا كنطلب على من الله وسيدنا حتى هو يشوف هاد الفيديو هذا ومحسن حتى هو يشوف هاد الشيء باش ندير التخطيط ديال القلب راه طالبينو ليا عندي ثلاثة وليدات انا اللي خدامة عليهم وتا هما مساكن راه كيبيعو كلينكس في الروبا تاع تملو لي عندي 0641 32 11 41
راه نطلب من المحسنين يشوفوا هذه ويتعاونوا معايا باش ندير التخطيط ديال القلب. راه طالبينه ليا، طالبين التخطيط ديال القلب، راه مره كيعاود يدقني قلبي. هادشي اللي كاين.